احنا النهاردة هنستكمل الكورس بتاعنا بتاع الاوتوكاد. النهاردة السيشن رقم 5، خامس سيشن لينا. هناخد البولتس والنتس، المسامير والصامير. ده تمهيد لينا علشان نبدأ ناخد مع بعض ازاي نبدأ نعمل assembly للدروينجز. هيبقى عندنا بنرسم الرسمة، بتجيلنا بقى حاجة عايزين ننتجها، فبيجيلي البارتس، الأجزاء بتاعت المعدة أو الحاجة، المنتج اللي أنا عايز أعمله على هيئة أجزاء مختلفة. فعلشان نجمع الأجزاء ديت مع بعضها في عندنا كذا طريقة، إما إني بجمعهم عن طريق بلحمهم في بعض. عندك أجزاء مختلفة أنتجتها، لو كانت معدن ومعادن ينفع أو يمكن لحمها في بعضها، لأن مش كل المعادن ينفع تتلحم في بعضها طبعا. ببدأ ألحم المعادن ديت في بعضها أو الأجزاء دي في بعضها وأطلع المنتج بتاعي. أو ممكن أستخدم الريفت، إني أعملها أثبتهم الأجزاء المختلفة مع بعض عن طريق البرشمة أو البرشامة. لكن طبعا في حالة اللحام الأجزاء مع بعضها بيبقى في عندنا ميزة جامدة، إن الاستراكشر بيبقى ريجيد. الحاجة اللي بتتجمع دي أو الأجزاء اللي بجمعها مع بعضها دي بتبقى ريجيد، ثابتة، تقدرش تتكسر او تتفك بسهوله. لكن العيب الرئيسي انك لو حبيت تعمل صيانه لاي جزء او تعمل ريبليسمنت لاي جزء، فانت بتبقى مضطر في الحاله ديت انك تدمر المنتج بتاعك، او على الاقل تدمر الجزء اللي انت عايز تخرجه. عشان اطلع حته معينه ملحومه في جزء، هطلعها بقى بصاروخ، هطلعها بجرايندر، ايا كان هتطلع ازاي، فده بيؤدي ان انا بدمر الجزء ده بالكامل. فاللحام مش في جميع الأحوال مطلوب، يعني المميزات بتاعة اللحام مش دايما بناخدها. طيب، يبقى ده لو كلمنا اللحام. الريفت بيبقى تقريبا نفس الكونسبت، باستثناء ان الريفتنج او البرشام لا نقدر تفك بسهوله، بس طبعا مش اي ماتيريال او اي حاجه في الدنيا او اي منتج ينفع يتعمل فيه عمليه البرشمه. انما اكتر طريقه شائعه في الاسمبلي او اللي احنا نجمع الاجزاء مع بعضها هي الميكانيكال جوينتس، اللي هي الفاستنرز او الادوات التثبيت، المسامير، البولتس، والصواميل اللي هي النتس. احنا لما هتاخدوا الكورس ان شاء الله الترم الجاي بتاع الماشين دروينج، هتاخدوا ازاي تقدروا ترسموا مسمار وصاموله، وتعرفوا بالظبط التفاصيل بتاعتهم عامله ازاي والستاندرد بتاعهم، لان اي مسمار واي صاموله ليها ستاندرد يا جماعه. الارقام اللي بتتقال ديت مش بتبقى ارقام اعتباط او اي داتا، تبقى ليها ارقام محسوبه حسب الستاندرد اللي انت بترسم على اساسه. لكن مبدئيا انا محتاج منك في الكورس بتاعنا عشان نقدر نستكمله وناخد جميع المواضيع اللازمه ليك اللي تقدر تفيدك بعد كده في الماشين دروينج، لما تحب تعمل رسوماتك او في اي برنامج بعد كده انك ترسم رسمه. فمحتاج اعرفك بصوره مبدئيه يعني ايه مسمار ويعني ايه صاموله، وبيتركموا مع بعض ازاي، وبيتجمعوا مع بعض ازاي، والشكل السيمبل الستاندرد بتاعهم بيصطلح على شكل المسمار، ايه الرمز بتاعه او ايه الواجهه بتاعته بتبقى عامله ازاي، والصاموله نفس الكلام شكلها بيكون عامل ازاي. فاحنا هنبدا كده مع بعض البيج 94 صفحه 94، ده التمارين الخاصه بالبولتس والنتس. فاحنا عايزين نبدا نشوف مع بعض ازاي شكل المسمار، وفي نفس الوقت ازاي نبدا نرسمه. لو احنا جينا بصينا هنا، اهوت هنا الاشكال دي كده، ده مسقطين مختلفين لمسمار من زاويتين. يعني ايه؟ يعني المسمار عندنا يا جماعه ممكن يترسم بالمنظر ده، يبقى على حسب مكانه في الجزء اللي انا بجمعه. لو انا ببص ليه من فوق، البلان بتاعه ده بيكون البلان بتاع المسمار. لو انا ببص بالجنب، الاليفيشن بتاعه طبعا هو السايد فيو لسه هنتكلم عليه، بس الاليفيشن بتاعه بيكون بالمنظر ده. يبقى ده فيو للمسمار وده فيو تاني للمسمار. السايد فيو بتاع المسمار بيبقى بالمنظر ده، بس ده الشكل اللي قصادي ده شكل غير شائع في الرسم. ده بيبقى ليه ابلكيشن محدوده جدا علشان يطلع بالمنظر ده، ده مش الشكل الطبيعي بتاعه. وفي الحاله دي بيكون البلان بالمنظر ده. طبعا المسمار يا جماعه بتكون اللي احنا بنتكلم عليهم ديت المسامير اللي هي الهكسجون ناتس، اللي هي المسامير المخ بتاعها او الراس بتاعتها بتكون مسدسه،
ده اللي احنا هنستعملها. المسمار ما بيبقاش fully threaded، ما بيبقاش ألووز بالكامل. لو احنا بصينا للشانك او جسم المسمار نفسه اللي هو ليه طول L، فانا عندي في جزء منه بس اللي بيبقى threaded اللي ليه ألووز، والجزء التاني ده بيكون فاضي ما بيبقاش ليه ألووز. ده برضو الشكل بتاعنا، وزي ما اتفقنا على حسب الابليكيشن وعلى حسب الديزاين. هنا انا مديلك شويه علاقات بسيطه بتحسب لك الحاجات المختلفه دي بنجيبها ازاي. مبدئيا لازم المسمار تعرف المسمار بيتعرف ازاي. المسمار يا جماعه لما بيجي بيتعرف بيتعرف على هيئه الكود ده pulled m d في l. يعني كاكزامبل احنا ممكن يكون عندنا مسمار M16 في 50. الـ M16 ده الـ M الحرف الـ M ده بيدل ان المسمار ده متريك ثريد. احنا في عندنا ثلاث انواع اساسيين من انواع الالوز. في عندنا السكوير، في عند الاكمي، في عند المتريك. بغض النظر عن التفاصيل بتاعتهم زي ما قلت لك لسه كل الكلام ده هتاخده بتفاصيل التفاصيل. انا مجرد بدي لك فكره سريعه عن الموضوع علشان تعرف ترسم معايا وتجمع وتعمل رسومات فقط لا غير. فبتكون المسامير عندنا يا جماعه ليها كذا نوع من انواع الالووز. اغلب نوع او الستاندرد اللي بتكون متريك، ده الشائع الاستخدام. فحرف الام الدلاله على نوع الالووز نفسه، ده بيبقى خاص بالزوايا بتاعه الثريد شكلها عامله ازاي، فده عباره عن متريك ثريد. 16 دي الديامتر بتاعنا، وعندنا المسمار بيبقى ليه تو دايامترز. في ميجور دايامتر ده الالووز الرئيسي ده او الحجم بتاع الشانك نفسه. جسم المسمار دوت الدايامتر بتاعه قد ايه، هو ده الدي، ده الدي بالنسبه لي. وبيبقى في عندي الماينور دايامتر او الـ 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 القطر بتاع الالووز الصغير. ما انت عندك سنه الالووز بتبقى كبير في صغير. يعني لو احنا بصينا كده لحظه واحده لو احنا بصينا مثلا للشكل الثريد اللي قدامي ده، فالالووز ده واخد سيكشن في طرف من الاطراف بتاعته. فبيبقى عندك الجزء الكبير ده الدي، ده الميجور دايامتر، وعندك الالووز بيبقى واكل سنه صغيره من تحت، فالجزء الصغير ده بيبقى الماينور دايامتر. بغض النظر طبعا عن الديتيلز والزوايا والكلام ده كله، ده مش موضوعنا دلوقتي. نفس الكلام هنا، لو انت بصيت ادي الالووز اهو، فبيبقى عندك الجزء الكبير الدايامتر الكبير اللي ماشي مع جسم المسمار ده اسمه الميجور، اما الجزء الصغير الداخلي اللي جوه ده هو ده اللي بيكون الماينور دايامتر. فاحنا عندنا دلوقتي الثريد او الالووز بيبقى ليه ميجور وماينور. فالميجور ده دي، يبقى لما اقول لك مسمار ام 16 تبقى عارف ان الدايامتر بتاعه 16، والالووز بيبقى على بعد تقريبا 0.85 من الدي. الفورمولا دي اللي هنحسب بيها الماينور دايامتر دي حاجه ابروكسيميتلي، حاجه تقريبيه. انا لما اجي ارسم يا جماعه بستاندرد، لما اجي ارسم بستاندرد ده شكل بهوت ستاندرد دوت، بيقول لك ده الهكسجون نوت هيد سكرو، ده المسمار الهكسجون اهو. ده اكوردنج للدن 933، ده الستاندرد الالماني. واكوردنج للايزو 4017، ده الانترناشونال ستاندرد. وده للسي اس ان 02-1103، ده الستاندرد اللي تشيكي. ودولت اشهر ثلاثه ستاندردز بالناس بتشتغل بيهم. فلو انت هتشتغل بالستاندرد الالماني، ف 933 ده الكود بتاع الستاندرد، ده اللي بيفسر المسمار ده بيترسم ازاي. في الايزو ده الكود بتاعه اللي بيفسر المسمار ده بيترسم ازاي. في التشيكي ده الكود بتاعه اللي بيفسر المسمار ده بيتعمل ازاي، وبيقول لك الستيل كلاس ده شكله عامل ازاي، وان السيرفيس عباره عن زنك بليتد، كل الكلام ده. انسى البتشيز كود، ده الشركه المنتجه للمسمار بتقول لك تشتريه ازاي، ده مش موضوعنا، دي مش قصتنا خالص. بس هتلاقي ان هو بيبقى راسم لك رسمه سكيماتيك صغيره كده، يقول لك الارتفاع ده قد ايه، الطول قد ايه، الدايمتر قد ايه، والامات المختلفه اهي. وعايزك تفرق ان هو معلومه ليك، انك بما انك بقى بقيت مهندس ميكانيكا قد الدنيا، في فرق ما بين مسمار 10 او مفك مفتاح او بيبه 10 وما بين مسمار ام 10. لما الراجل بيقول لك انا عايز مفتاح، سوري، عايز مفتاح 10، بيبقى عايز
مفتاح الفتحة المسافة ما بين الفكين الاس دي عبارة عن 10. الاس دي عبارة عن 10. يعني تعال بص نقط في الجدول بتاعي، هنا في الجدول ده الاس 10، يعني المفتاح ال 10 بيربط مسمار ام 6. خد بالك من المعلومة دي عشان تبقى عارفها. مش بقول لك هات لي مفتاح 12. ايه مفتاح 12 ده؟ مفتاح 12 ده تقريبا اللي بيربط مسمار ام 8. الارقام دي زي ما اتفقنا انها كلها ابروكسيميتلي حاجات بتكون تقريبيه. فيبقى دلوقتي الارقام اللي بيقول لك هات لي مفتاح مثلا 18، مفتاح 18 ده اللي بيربط مسمار ام 12، لان اتفقنا خلاص ان الرقم اللي بعد الام ده الديامتر، ملوش علاقه بمخ المسمار نفسه. فدوت ده شكل ستاندرد زي ما انت شايف اهوت، بيشرح لك الامات المختلفه الى ابعاد عامله ازاي، ده حسب الستاندرد. طيب الارقام دي جت من هي جت من الفورمولاز، قريبه من الفورمولاز ديت مع التقريب بقى وثبتوا الارقام دي. احنا لما هنشتغل زي ما قلت لك هنشتغل ازاي؟ نشتغل بالطريقه الابروكسيميتلي، مش هنشتغل على الستاندرد دلوقتي. لما هتاخد ماشين دروينج هتتعلم ازاي تقرا الستاندرد وازاي تطلع البيانات وازاي ترسمها عن طريقه، انما مبدئيا هنحسب بالشكل ده. فدي كده ده شكل المسمار قصادي، ده الرمز بتاعه. وزي ما قلت لك لما بيتعرف دايما بيبقى ام 16 في كام، ففي كام دي؟ ده ال 50 اهو. يبقى انا عندي نقط الطول هنا ده عباره عن 50، او طول الشانك جسم المسمار نفسه طوله قد ايه. طيب ولما بالنسبه للنط، النط بتكون عندي شكلها بالمنظر ده، ده المسقط بتاعها، ده البلان بتاعها، وده الاليفيشن. في بس حاجه بقى عايزين نبدا ناخد بالنا منها، ان المسمار يا جماعه من الاجزاء اللي لما بتيجي تترسم ما بتتهشرش، مفيش تهشير فيها. فبالتالي لما بحب اظهر الثريد او اظهر الالووز ده ما ينفعش برضه اعمله داشد لاين. انما اصطلح على ايه؟ اصطلح ان اللاين ده لما بيجي يترسم بيتعمل ثين لاين، تعمل خط خفيف، وهي دي فايده اللاير اللي احنا كنا عاملينها اللي اسمها ثين، اللي ما استخدمناش ولا مره لحد دلوقتي. الثين لاير هدفها اللي احنا نرسم المسمار فنحط الخطين الصغيرين بتوع الماينور دايامتر عليها. نيجي هنا اهوت للصاموله، الصاموله حضرتك لما بتبص لها بتبقى شايف، ما بتبقاش شايف الميجور، بتبقى شايف الماينور. لو انت بصيت عليها من فوق بتبقى شايف القطر الصغير. القطر الكبير اللي هو جسم المسمار نفسه هيبدا يربط فيها، ده ما بتبقاش شافوش، ده بقى محفور جواها، محفور في الالووز نفسه. فبيبقى الخط التقيل او الخط السوليد هو الماينور، الخط التقيل هنا هو ال 0.85 من الدي. اما الخط الخفيف بتاع الميجور هنا اللي هو الفاي دي، برضو اصطلح في الصاموله انه يتعمل ثين لاين ويتعمل ثلاث ارباع دايره، بلغي ربع دايره منها. ده الاصطلاح بتاع الرسم. خلاص الناس كلها اتفقنا لما هنرسم مسامير وصواميل هنرسمهم بهذه الكيفيه وبنفس الشكل. ارتفاع الصاموله ك ستاندرد بيبقى 0.8 من الدي، يعني لو المسمار ام 10 هيبقى الارتفاع بتاع الصاموله بتاعته تقريبا 8 مللي. تمام، ادي نط ام 16. عايزين بقى نبدا مع بعض كده، يبقى الانترودكشن البسيطه ديت كده، خلينا نتكلم هنا الناحيه الثانيه. ده فيو تاني المسمار زي ما قلت لك، وده مش شائع ما بيستعملش، انما دايما المسمار بيترسم بالمنظر ده. وعلى فكره الشكل دوت حضرتك لما بترسم الهكساجون، لما بترسم السداسي، الاوتوكاد باي ديفولت بيرسموا لك كده، بيرسم لك الضلع ده افقي. احنا لو حبينا نلفه راسي هنلفه، لان الاوتوكاد عارف ان الستاندرد الهكساجون دايما اغلب اللي هيرسمه هيبقى عاوز يرسم مسمار، فالمسمار ده الستاندرد بتاعه انه يكون بالمنظر ده. طبعا لو انت بصيت هنا، انت لما تبص على الصاموله راس المسمار في الاتجاه ده، فانت بتشوف الفيس دوت او بتشوف الواجهه دي منه، فبتترسم بالمنظر ده. والواجهه دي ما بتشوفهاش بطولها الحقيقي او بحجمها الحقيقي، فبتشوفها اصغر شويه، وهنا نفس الكلام بتكون اصغر شويه. لما نيجي بقى هنا نبص لتحت، عندنا الاول الجزء الرسمه اللي على الشمال ديت، دي عباره عن ايه؟ دولت جزئين مع بعض اهمت، في تحشيرين عكس بعض، يبقى دي ماتيريال ودي ماتيريال، ده بارت وده بارت، وعايزين نبدا نجمعهم مع بعض، نربطهم مع بعض، هنستخدم المسامير والصواميل. فالجزء البيز بتاعتي القاعده اهيت، لما اجي اعملها ازاي؟ اول حاجه بخرمها، بتقبها، فهتلاقي في خط تقيل، والخط دوت فيه زاويه تحت، الزاويه دي جايه من الدريل بت،
من البونطة بتاعتك. احنا عارفين ان يا جماعة البونطة اخدنا في الانتاج ان الزاوية بتبقى تقريبا 120 درجة، فالستاندرد تقريبا ان الزاوية دي بتكون 120 درجة. فحضرتك هتعمل ألاووز، الألاووز عمره ما بيتعمل بالطول في الاخر، لازم يتبقى حتة كده صغيرة عشان وانت بتاكل وبتعمل الألاووز دوت يبقى الماتيريال اللي تاكل تنزل فيه. فاحنا لما بنيجي نعمل ثريد، وطبعا احنا عارفين ان الثريد بنعمله ازاي، احنا اخدنا في الورشه بتاعت البراده ان الثريد بيتعمل ازاي. بيتعمل بحاجه بالمنظر ده، ده عباره عن ذكر الالووز، يبقى عباره عن ثلاث اشكال بالمنظر ده. الطقم بيبقى ثلاث اجزاء، ودي صوره بتوضح مثلا واحد منهم، واللي جنبيها اللي على اليمين دي الداي، ده شكل ليها، ودي الداي برضو. ده اللي الذكر الالووز دوت اللي هو طقم ثلاث حاجات، ده اللي مسؤول انه بيعمل الهول او بيعمل الصاموله. اما الداي دي هي اللي مسؤوله انها بتعمل المسمار، الداي هي اللي بتعمل المسمار. فحضرتك ذكر الالووز دوت لما يبدا يجي يخش ويلف عشان ياكل ويعمل لك الالووز، مكان البراده دوت بيروح فين؟ فلازم يتبقى عندي جزء في الاخر كده، ده ما بعملوش عشان ده اللي بيبدا يقع فيه البراده وبنضفها كل شويه، فعمر الثريد ما بيبقى للاخر، لازم يتبقى جزء. فهتلاقي حضرتك في ثقب نوت مكمل معمول على الماينور دايامتر، بتعمل على القطر الصغير اللي هو 0.85 من الدي. بعد كده بنزل بذكر الالووز وابدا اكل فيها بالدي، فيديني الثريد الجديد او المكان الجديد. هتقول لي ايه ده؟ طب ده احنا فينا هو خط ماشي على خط، واحنا خدنا في الرسم ما ينفعش هاتشنج خالص يمشي على خط. الهاتشنج دي الحاله الوحيده يا جماعه في التهشير اللي ينفع تعمل هاتشنج على سوليد لاين، بنعمل على ثين لاين، على الخط الرفيع بتاع الثريد. الخط الرفيع بتاع الثريد دي الكيس الوحيده، الحاله الوحيده اللي بينفع يتعمل هاتش فيها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. والجزء اللي فوق ده طبعا بيبقى بفتح فتحه فيه قطرها بيبقى اكبر من قطر المسمار عشان المسمار ما يدخلش زانق، يخش المسمار براحته وابدا اربط اقرط ويخش جوه. تعالى بقى بص هوت كده، لما جينا جمعنا، لو انت بصيت على الشمال، فاللي على الشمال البيز اللي تحت دي كانها النط، كانها الصاموله. فالصاموله بيبقى التو لاينز اللي جوه اللي هو الماينور دايمتر عندي هم اللي تقال، الميجور هو اللي تن هو اللي رفيع. لما يبدا المسمار العكس، المسمار اللي بره هو الميجور بتاعي هو اللي سوليد، الماينور هو اللي ثن. لما يبداوا يدخلوا في بعض الميجور هو اللي يكسب. فالمسمار لما يبدا يربط عندي هنا، تلاقي هنا اول حاجه في خطين، الخط الاولاني ده مكان الفتحه اللي هيدخل فيها المسمار، اتفقنا بيدخل فتحه اكبر من من القطر بتاع الشانك بتاعه او جسمه، فيبدا يدخل من اول الكورنر ده. لو انت جيت هنا تلاقي ده خط رفيع، بس المسمار يكسب هو التقيل، فبالتالي يقلب لي الثين لاين ده يخليه لك سوليد. المسمار لما يركب بقى ده السوليد اهو. والخط الرفيع بتاع الهول اللي هنا اللي قلت لك الصاموله اضعف، المسمار دايما هو اللي بيكسب. فالخط نوت السوليد، لا المسمار هو خط ثن، فاللي يبقى الخط الثن هو اللي باين لحد نهايه المسمار. المسمار ما ربطش لحد الاخر كمان، يعني احنا عندنا هنا في حته فاضيه في على الشمال ما فيهاش ثريد ما فيهاش الاووز، والمسمار كمان لما ربط ما ربطش للاخر، ما وصلش لاخر الاووز، ده سايب مسافه هنا. المسافات دي بتكون في حدود قد ايه تقريبا؟ المسافات دي تقريبا في حدود 2 ل 3 مللي في الرينج ده. يعني دي حتى في الابعاد ما بنديهالكش في الابعاد، انت وانت بترسم كده كونفنشال اصطلح اللي انت بتسيب حوالي 2 3 مللي من تحت وخلاص. 2 مللي تقريبا او 3 مللي مسافه الاووز المسمار، المسافه مش هنعمل لها فيها ثريد اصلا، المسافه الصغيره دي من 2 ل 3 مللي، وبنسيب زيهم 2 ل 3 مللي المسمار هيوصل مش هيوصل للاخر الا لو انا اديت لك بعد ليها. يبقى هنا هو تاني لما المسمار ربط في الصاموله، السوليد هنا هو اللي بان، مسمار اقوى، فبالتالي هنا اللي بان ثن، المسمار انتهى لحد الشكل ده، لحد التشينفر بتاعه انتهى خلاص. فظهر لي بعد كده السوليد بتاع الهول بتاع الصاموله بتاع النط هو اللي ظاهر لي هنا اهو، خط تقيل، وظاهر لي هنا خط رفيع بتاع النط بتاع الصاموله. ودي التفاصيل بقى اللي عايزين نبدا ناخد بالنا منها ونركز منها معاها واحنا بنرسم. وطبعا المسمار راكب هنا بوشر، راكب بورده، في ورده اتحطت الاول، المسمار مش راكب على طول على الجسم بتاعي اللي انا بجمعه.
تعالوا كده مع بعض نبدأ نتعلم بقى إزاي المسمار ده نرسمه. فأنا أول حاجة هاجي على أوتوكاد أقول له نيو A4 شيت، أدي الA4 شيت بتاعنا. اتفقنا طبعا إحنا عملنا الجدول وقسمناه وكتبنا كل حاجة فيه وظبطنا الدايمنشنز من امبارح وكل الكلام ده. تعالى لي هنا كده على الهوم. أول حاجة إحنا عايزين نرسم يا جماعة مسمار، عايزين نرسم مسمار M16 في 50. هبدأ أول حاجة هرسم مخ المسمار من فوق الجسم اللي فوق ده. فأنا هاجي لو هعمل كده سنتر لاين في نص اللوحة، أدي لاين أهو، اللاين ده نوعه سنتر لاين. طيب حاجة عايز أعلمها لك إن السنتر لاين وأنا رسمته، إحنا عايزين من ضمن الحاجات اللي هنتعلمها النهارده بقى نخرج اللوحة بشكل كويس. فأول حاجة كده المسمار السنتر لاين اللي أنا عملته ده، أنا شايف السكيل بتاعه كبير، يعني ده عبارة عن داش دوت، الدوت كبيرة قوي والداش كبيرة قوي، فشكل السنتر لاين مش حلو. لو أنت بصيت نوعت على الرسمة دي شكل السنتر لاين هنا شكله أحلى، الداش دوت السكيل بتاعهم صغير شوية. عندنا كوماند اسمه LTS، اكتب LTS line type scale. لما تدوس عليه هتلاقي مختار انه كرسم لك اللاين ده بسكيل 1 to 1، فده الحجم بتاعه. لو انا صغرت السكيل شويه خليته 0.5 تلاقي ان حجم السنتر لاين صغر شويه وبقى شكله اظرف، الداش والدوت بقت احسن. لو عملنا ريبيت دوست سبيس، لو عملنا ريبيت للكوماند واديت قلت له ارسموا لي بسكيل 0.25 صغرت السكيل كمان، تلاقي الداش والدوت كمان صغرت شويه. لو عملت ريبيت وقلت له ارسموا لي بسكيل هو كان 1:1، طب خليه 2 كده، تلاقي الداش والدوت كبرت جدا. يبقى انت بتختار السكيل المناسب. لو انت التزمت باللي انا قلته من الاول خالص لما جينا عملنا السنتر لاين وجينا اخترنا اللاين تايب وجينا عملنا لود وبصينا في اللاينز كده، لقيت عندك نوت في كذا شكل من اشكال السنتر لاين، هنا سنتر لاين وهنا سنتر 2 وهنا سنتر اكس 2، وفي عندنا كمان هنا في ادي اهوت الاوتوكاد ايزو 4W100 ده داش دوت، وعندي ده كمان لو نزلنا كده شويه ده كمان هنا في داش دوت، في سنتر لاينز كتيره. لو انت التزمت وخدت الشكل اللي انا قلته اللي هو اسمه اللاين اللي اسمه سنتر فقط لا غير، فالسكيل المناسب للوح الاي 4 لما تعمل ال تي اس تمشي بسكيل من 0.25 ل 0.5. يعني لو انت عملت 0.3 سكيل حلو، لو انت عملت 0.4 سكيل حلو، لو انت عملت 0.5 برضه مناسب، لحد من 0.25 ل 0.3 ده اكتر سكيل هيكون مناسب بالنسبه لنا يا جماعه. انا هفضل ان هو اشتغل بسكيل 0.3. يبقى دي حاجه جديده اتعلمناها، اللاين تايب سكيل، اللي احنا ازاي نخرج شكل اللاين ونخلي شكله جميل. طيب اجي هنا اهوت بقى هعمل برضو هنا اهوت سنتر لاين تاني. خد بالك انت اي لاين ترسمه دلوقتي خلاص هياخد السكيل الجديد، جميع اللاينز اللي في اللوحه بما فيها الداش دو لاين. لو احنا عملنا لاين كده وخليناه داش دو لاين هتلاقي واخد نفس السكيل اهو، فشكله معقول. بعكس لو كنا شغالين على السكيل اللي هو الواحد لواحد، ده شكل الداش ده شكله مش حلو خالص. نرجع تاني نخليها نقول ان ده عباره عن 0.3. طيب هاجي نوت ارجع للرسمه بتاعتي، بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان المخ بتاع المسمار ده بيترسم في دايره، الدايره دي الديامتر بتاعها عباره عن 1.5 في دي. انا هفتح كده الكالكوليتر، فانا عندي 16 في 1.5 تديني 24. يبقى انا محتاج دلوقتي ارسم سيركل بسنتر وريديوس، والريديوس بتاعها 12 لان الدايمتر بتاعها 24. يبقى ادي اول حاجه عندي في الشكل بتاع الشكل بتاع المسقط بتاع مخ المسمار نفسه. هاجي بعد كده اقول له من المنيو درو ابوليجون، عدد اضلاعه 6، وهرسمه في السنتر لاين هنا، هرسمه circumscribed about circle، ده هيبقى ممثليه من بره على diameter زي ما اتفقنا الدايره كانت 24 يعني radius 12. ادي الشكل بتاع النط. ولو انت بصيت هنا هتلاقي اترسمت باي ديفولت المنظر الطبيعي زي ما اتفقنا، الهيكساجون بيترسم هنا الخط ده خط افقي بالشكل اللي انت شايفه دوت، ده الديفولت بتاعه. عايز تعمل له روتيت عشان تجيب الفيو التاني بتاع النط الفيو دوت، اوكي
انما الطبيعي ان النط او المخ بتاع المسمار البولت هيد بيترسم بالفيو ده. طيب جينا حضرتك دلوقتي، معلش يا دكتور، عرفت ازاي ان هي ال R12؟ يعني ايه عرفت ازاي اللي هي R12؟ انت عندك هنا اهوت الدايره اهي بيقول لك ان الديامتر ده اسمه اس، عباره عن 1.5 في دي. انا برسم مسمار ام 16 فالدي عندي ب 16، يبقى 1.5 في 16 24. ماشي. طيب كده احنا رسمنا يا جماعه اول حاجه في المسمار بتاعي. اجي بعد كده لو جيت هنا عايز ارسم بقى الشكل ده. الشكل ده عباره عن ايه حضرتك هنا؟ ده عباره اول حاجه عندي خط افقي بالمنظر ده بيبعد مسافه 0.7 دي. ده البدايه بتاعتنا اهو. يبقى انا اقدر اجي هنا كده واقول له هات لي اللاير اللي اسمها اوبجكت. خد بالك احنا ديت برضو محتاجين ننقلهم من لاير 0 لللاير اوبجكت. انا كده خلاص اخترت كروس هير وهي في الايديال مود، اخترت لاير اوبجكت، اي حاجه ارسمها تبقى في اللاير اوبجكت. هاجي ارسم هنا خط هوريزونتال بالمنظر ده، طوله طويل ايا كان. وبعدين محتاج اطلع فوق مسافه 0.7 دي. احنا اتفقنا المسمار 16 في 0.7 تديني 11.2، يبقى انا ارجع للاوتوكاد بتاعي واقول له ان هو اوفست 11.2 واطلع فوق كده مسافه 11.2. انا كده جبت الحدود بتاعه مخ او الهيكسجن هيد راس المسمار، جبت الحدود بتاعته. وبعدين الشكل اللي قدامي ده متقسم لثلاث مستطيلات، انسى دلوقتي ان النهايه الاركس اللي فوق دي، متقسم لثلاث مستطيلات. الثلاث مستطيلات دولت عباره عن ايه؟ عباره عن الفيز ده، لو انت بصيت للهيكسجون هيد من الفيو دوت، بصيت من هنا، فعباره عن الوجه ده الفيز ده وده بحجمه الحقيقي، والفيز ده وده بحجم غير حقيقي، والفيز ده كمان وده بحجم غير حقيقي. هاجي ان هوت اعمل ايه؟ هبدا اسقط النقط دي. فاجي نوت اجي من درو اقول له ري، هسقط النقطه ديت لتحت، وبعدين اعمل ريبيت اسقط دي كمان لتحت، وادوس سبيس تاني لتحت، وادوس سبيس تالت لتحت بالمنظر ده، نشيل خط المايل ده. كده انا اسقطت الثلاث نقط، ظهر لي دلوقتي ادي الثلاث مستطيلات اللي احنا بنتكلم عليهم. عايز اشيل الزيادات دي، هسلكت عليهم وهقول له تريم وابدا امسح الزيادات. وديت احنا قلنا التريم ليه طريقتين يا جماعه، يا تريم ودبل سبيس، يا اما اسلكت الاوبجكتس اللي عايز اعملها تريم. وفي حاله الري لما يبقى عندي شعاع يفضل ان انت تعمل كده. ليه؟ لو انت استخدمت نوت تريم ودبل سبيس وجيت تشيل الزيادات دي، تعالى كده نشيل الزيادات دي، لما تيجي حضرتك تشيل الزيادات هنا ديت اهي، وانت عامل بالذات وانت عامل ري، في زيادات تانية بتفضل موجوده عندك في اللوحه. لو اللوحه بقى شغال في لوحه A2 او A3، اللاينز دي هتخش على اجزاء تانية هتبوظ لك الرسمه خالص، مش هتعرف فين الخط الاساسي والخط اللي مش اساسي. فعلشان كده انا بفضل لما تيجي تعمل تري، وبالذات لما عندك ري عندك شعاع، لا تحدده الاول وتقول له تريم. لما اقول له تريم بقى هيلغي كله من اوله لاخره. لما اجي الغي حتى وانا عامل زوم كده، لو جامد عملت زوم اوت، لا مفيش اي حاجه باقيه اهو، كله اتمسح خالص. يبقى احنا كده يا جماعه رسمت الثلاثه مستطيلات دول. نيجي بيقول لك انت عندك هنا في ارك، في قوس، القوس دوت على ريديوس 1.6 دي. الريديوس بتاع القوس ده 1.6 دي، يعني 16 في 1.6 تدي لك 25.6. يعني معنى كده ان دي عباره عن دايره، دايره الراديوس بتاعها 25.6، ومكانها فين؟ السنتر بتاعها فين؟ السنتر بتاعها واقع على السنتر لاين. يبقى فيرتيكالي كده الدايره اللي رسمت الارك ده السنتر بتاعها واقع على السنتر لاين. طب ومسافته قد ايه؟ اذا كان هو تانجنت هنا يبقى بيبعد عن الخط اللي فوق ده 25.6 اللي هو الراديوس. فانا اقدر اجي نوت الرسمه بتاعتي اقول له اوفست 25.6
واعمل اوفست لللاين ده بالمنظر ده. وبعد كده اقول له ارسم لي سيركل بسنتر وريديوس، ده المكان بتاعها. الريديوس عباره عن 25.6. كده احنا رسمنا اول دايره. اعمل لها تريم ازاي؟ نفس الكلام، اسلكت السيركل واسلكت التو لاينز اللي ما بينها واقول لها تريم واشيل الزياده دي. وده خط العمل ده بنلغيه، لان ده انا كنت عايز اجيب السنتر بتاع الدايره بس، انا مجرد ما رسمت الارك خلاص ملوش لازمه بالنسبه لي. فاضل بقى ايه هنا؟ تعالى نيجي هنا للرسمه بتاعتنا، نلاقي هنا بقى الارك اليمين ده والارك الشمال ده عايزين نرسمه. نرجع لملف الاوتوكاد بتاعنا، ده ارك. الارك دوت بيترسم ازاي حضرتك؟ حضرتك هتيجي هتقول لاين، وهترسم لاين من هنا لحد هنا. يبقى انا اول حاجه رسمت لاين، اللاين ده بدايته منين؟ التقاطع بتاع القوس ده لحد اخر الشكل بتاعي هوريزونتالي، بتقاطع الفيرتيكال مع الهوريزونتال. بعد كده هقول له ارسم لي لاين تاني، واضغط شيفت ورايت كليك واقول له هات لي الميدل. اختار هات الميدل، فين الميدل؟ الميد بوينت. ونصف اللاين ده، اقرب كده بالكروسيرز واعمل لي الميد بوينت، ده النص بتاعي. واطلع عمودي على اللاين اللي بعديه. انا عملت ايه دلوقتي هنا؟ انا هنا جبت ثلاث نقط، دي نقطه ودي نقطه ودي نقطه، جبت الثلاث نقط دول. تعالى نعيدهم تاني، هعيدهم في الجنب التاني، نشوف احنا جبنا الثلاث نقط دولت ازاي. اول حاجه قلت له ارسم لاين، بدات من تقاطع الارك دوت، رسمت لاين لحد الاخر. كده انا جبت نقطتين، النقطه دي والنقطه دي، جبت نقطتين خلاص اهو. عايز اجيب نص النقطه اللي فوق دي، فبقول له لاين شيفت ورايت كليك، بقول له هات الميد بوينت، نصف لي القطعه دي واطلع انا بعمودي بالكروس هير اختار النقطه اللي فوق دي. يبقى انا كده جبت كمان النقطه الثالثه، جبت الثلاث نقط دول. وبعدين اجي هنا هناخد بقى درو ارك. عندنا الارك يا جماعه بيترسم بكذا طريقه، احنا بنستخدم دايما الثري بوينتس، ارك بثلاث نقط. حضرتك تقدر ترسم ارك بستارت واند وسنتر، ارك ستارت وسنتر وانجل، ستارت وسنتر ولينث، طول الارك قد ايه، ستارت واند وانجل. عندنا طرق كتير جدا نقدر نرسم بيها الارك. احنا بنرسم دايما يا جماعه بالثري بوينتس. انا عايز ارك يمر بالنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي. كده انا رسمت القوس ده. في طريقه بديله، احنا ممكن نقول له درو سيركل بثري بوينت، ارسم لي دايره بثلاث نقط، ارسم لي دايره تمر بالنقطه دي وتمر بالنقطه دي وتمر بالنقطه دي، وبعدين اقول له اعمل لي تريم تريم واشيل الزياده دي. دي طريقه ثانيه، انما انت الاسهل انك ترسم بالارك على طول. طبعا انا عايز بس اشيل الاول الدوائر ديت كده عشان ما نتلخبطش منها. يبقى ده الشكل المفروض اللي يكون عندك، بعمل الخط الصغير ده وبعدين انصفه واعمل ارك ب 3 بوينتس يطلع بالمنظر اللي احنا راسمينه. طب يا دكتور اتفضل. بعد اذنك بس، طب هو ايه لازمه الدوائر؟ لا انا الدوائر الصغيره دي عملتها بوري لك النقط فين. ده انا بوري لك بس اماكن النقط. شلت خط العمل اللي هنا يا جماعه، تعالى كده ارجع تاني هنا للرسمه بتاعتي. هتلاقي ان الرسمه خلاص انا رسمت الارك الكبير ده ورسمت كمان الارك ده، لكن هنا البوز اللي موجود دوت مش ده شطف، في نوت في شطف موجود، فبالتالي الشارب ايدج اللي عندي ده هنا دلوقتي مش موجود. وطبعا خطوط العمل الخطين دولت خلاص بلغيهم وانا مش محتاجهم، انا مجرد دي كانت خطوط عمل عشان احصل على النقطه اللي هنا او اجيب النقطه اللي هنا بالخط اللي كان راسي اللي مسحه. اجي اقول له بقى تريم ودبل سبيس وبشيل اللاين ده واللاين ده وبشيل اللاين ده واللاين ده وبنشيل اللاين ده واللاين ده. كده حضرتك احنا خلصنا شكل المسمار. بص المنظر ده، بص المنظر ده نفس الشكل الستاندرد بالظبط. كده انا رسمت الهيكسجن هيد او راس المسمار نفسه اللي هو الام 16. فاضل دلوقتي الشانك او جسمه قد ايه؟ ده طوله حضرتك ال، هنا هو بيقول لنا ان المسمار ده ال 5 طوله 50. فهاجي نوت اقول له اوفست 50 وانزل بالقطعه دي تحت كده 50، دي اول حاجه.
تاني حاجة هنا هتلاقي ان الديامتر هنا هوت الدي ده المين بتاعي المسمار ام 16، يبقى لو انا قلت اوفست للسنتر لاين 8 اللي هي 16 8 يمين و8 شمال، واشيل بس السنتر لاين دوت اقلبه في اللير اللي اسمها اوبجكت، اقدر اسلكت بقى الحته القطعه دي مع القطعه دي واقول له تريم وابدا اشيل الزيادات دي كده، يبقى ظهر عندي اول حاجه في المسمار الدي بتاعته، ادي الدي بتاعت المسمار اهي. وبعدين عايز اعمل بقى دلوقتي حضرتك الشطف دوت، وعايز اعمل الخطين الرفيعين دول. الخط الرفيع ده على مسافة قد ايه؟ ده 0.85 من الدي، 0.85 من الدي، يبقى 16 في 0.85 تديك 13.6، 13.6 على 2 تديني 6.8، يبقى انا حضرتك دلوقتي اجي هنا اهوت اوفست ل 6.8، اعمل اوفست لللاين ده الناحيه دي واوفست لللاين ده الناحيه دي، والتو لاينز دولت احطهم في اللاير اللي ما استعملناهاش ولا مره اللي اسمها ثين لاير، واعمل تريم تريم اشيل الزياده دي. تمام كده؟ طيب وبعدين هنا عايزين نعمل التشيمفر بتاعنا، الشطف اللي موجود تحت. هاجي اقول له هنا اهوت، تعالى نعمل زوم كده، هقول له تشيمفر. تشيمفر لايه حضرتك؟ انا عايز اعمل تشيمفر لديستانس، المسافه قيمتها قد ايه؟ هقيس المسافه دي، دي طريقه قست المسافه دي فقال لك 1.2 وبيقول لك الثانيه تبقى 1.2، قول له اوكي برضو. وبعدين هقول له مالتيبل، هيبقى اكتر من تشيمفر، وعندي كده وكده. وبعدين هروح جاي راسم لاين سوليد بالمنظر ده. لو احنا بقى ظهرنا اللاين ويتس اهو، تبين لي ان ديت ثين لاين وده سوليد لاين، ده خط تقيل خالص اهو لو احنا اظهرناه. طب المسمار ده الالوز لحد فين؟ انا مش محدد لك هنا، وليكن انا بقى هقول لك دلوقتي اعتبر يا سيدي ان ده طول الثريد بتاعنا او طول الالوز بتاعنا 30، فاوفست 30، هعمل اوفست 30 هنا، اكستند امد اللاين ده وامد اللاين ده، وبعدين اعمل تريم اللاين بقى الكبير ده مع السن مع الحته دي، امدهم كده مع بعض، اعمل تريم عشان اشيل الامتداد ده، ده مع ده، يبقى انا كده رسمت البولت بتاعي بالكامل. ولو اظهرنا اللاين ويتس معمول بالتخانات المظبوطه بالابعاد حسب القواعد اللي احنا اخدناها دي كلها. ده بالنسبه لي البولت. طب تعالى كده نرسم الصامولة بتاعته. الصامولة MS16 هعمل برضو ادي تو سنتر لاينز اهمت، ده في اللاير مش اوبجكت، في اللاير سنتر. وتعالى هنا بنقول لك اول حاجة ان الدايرة دي 1.5 دي، يعني 1.516 تديك 24، يبقى انا اجي هنا واقول له ارسم لي سيركل بسنتر وريديوس نص قطرها 12، وبعدين ارسم لي بوليجون عدد اضلاعه 6، هنرسمه في الحته ديت، هنرسمه سيركمسكرايب حوالين دايره 12. يبقى انا كده رسمت الدايره ورسمت الهكسجون الخارجي ده. بعد كده هرسم الدايره الصغيره اللي جوه دي 0.85 في 16 تديك 13.6، هاجي نوت اقول له ارسم لي دايره بسنتر ودايامتر 13.6، ادي الدايره الصغيره. والدايره الكبيره اللي هي فاي دي، دي اللي هتبقى 3 ارباع دايره، انا عندي الصاموله ام 16، فانا هيبقى نوت اقول له ارسم لي دايره بسنتر وريديوس 8، بس الدايرة ديت احطها في اللاير اللي اسمها thin، وبعدين اقول له trim واشيل ربع من الدايرة فتبقى بالمنظر ده. لو ظهرنا الويتس، ادي الصامولة بتاعتنا بالويتس لازم تكون بالشكل ده كبلان، البلان بتاعها بالمنظر ده. طيب لما نيجي نرسم بقى
الاليفيشن بتاع الصامولة بيبقى بالمنظر ده كده. عندك الارتفاع بتاعها 0.8 دي، يعني 0.8 في 16 12 و8 من 10، بحاول ان هو اوفست 12 و8 من 10. وبعدين هبدا ممكن باللاينز اسقط النقط ديت، مش لازم ري، اسقط النقطه دي وبعدين النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، وبعدين تريم نشيل كل الزيادات. وعندي ان هو الاركس دي كلها منطبق عليها نفس القواعد دي. الارك الكبير ده radius 1.6 دي، 1.6 في 16 يعني radius 25.6. انا هنا بقى انا هعمل تريك، ايه هي؟ هقول له ارسم لاين واختار الميد بوينت، هنصف الدايره دي. اللاين ده بالنسبه لي هخليه سنتر لاين، انا هنصف الدايره دي. ليه؟ انا هرسم نص الصاموله بس وابدا اعمل ميرور. فهقول له اول حاجه اعمل لي اوفست على 25.6، نمد السنتر لاين ده كده. هقول له اعمل لي دايره 25.6 بالمنظر ده، وبعدين الدايره دي نعمل لها تريم، تريم نشيل الزيادات، واروح جاي عامل ميرور للدايره دي، ميرور. ويسألك تمسح الأصل؟ لا ما تمسحوش، نو. يبقى أنا رسمت الأرك الكبير الأساسي ده. وبعدين آجي هنا هروح جاي عامل لاين كده زي ما اتفقنا، وبعدين لاين تاني أنصف بيه اللاين اللي أنا لسه رسمه دوت، وأقول له ارسم لي أرك ب 3 بوينتس للثلاث نقط دولت. بعد ما رسمت الأرك دوت نشيل اللاينز دي وأمسك الأرك ده أعمل له ميرور، يمسح الاصل نو. بعد كده ممكن ناخد التو اركس دولت واعمل لهم ميرور بالمنظر ده. بعد ما انا رسمت الكلام دوت اقدر اعمل تريم، ما عملتش ميرور ليه؟ يعني التاني ميرور هنا وهنا. اوكي ادي الاكسس اوف ميرور اهو، نمسح الاصل. لا ما تمسحش الاصل. بعدين تريم وابدا الغي الزيادات دي. واللاينز الصغيره ديت نبدا نلغيها بالشكل ده. كده انا نجحت اني ارسم الصاموله بتاعتي يا جماعه على حسب الستاندرد بتاعنا بالمنظر ده. انا هنا هو ارجع تاني اشيل بقى طبعا الخطوط الزياده ديت، هكتب هنا ده عبارة عن M 16 في 50. ده المسمار بتاعي يا جماعة، والصامولة دي بتبقى عبارة عن M 16 بس، ملهاش طول طبعا، هي مقاسها M 16 بس. ادي الصامولة بتاعتي بالشكل ده. طيب مجرد ما انا عملت الكلام دوت، رسمت المسمار ورسمت الصامولة، ده ام 16 في 50. طب السؤال، لو انا عايز ارسم مسمار دكتور اتفضل. معلش بس والله الميتنج خرجني في الحتة اللي انت كنت بترسم فيها الصامولة بس، اللي هي الاقواس بتاع الصامولة. طيب بص تاني يا باشمهندس بسرعة، تاني خليك معايا. احنا قلنا هنا، تعالى كده نرجعها للمنظر بتاعها الطبيعي تاني. عندي كانت دي كده ودي كده ودي كانت كده، هشيل لك ارك واحد بس ونرسمه مع بعض، مفيش مشكلة. اهو ده كان المنظر بتاعه. فجيت انا عشان ارسم الارك ده عملت ايه؟ عملت لاين من النقطة دي لحد هنا، وبعدين عملت لاين تاني شيفت ورايت كليك، اخترت ميد بوينت من هنا لحد هنا، وبعدين قلت له ارسم لي ارك بثلاث نقط، اخترت الثلاث نقط دول،
وبعد كده عملت تريم دبل سبيس وبدأت ألغي الزيادات ديت وشلت كل خطوط العمل ديت والخط الصغير دوت عملت تريم مسحت الحتة دي كده أنا رسمت الصامولة بتاعتي بالشكل اللي انت حضرتك شايفه ده هو كل تمام؟ كل رسمت ارك واحد صح؟ بعد ما رسمت ارك واحد عملت له ميرور حوالين الاول الاكسس ده فاتنقل الجنب التاني بقوا اتنين بعدين عملت لهم ميرور حوالين الاكسس ده واتنقلتهم هما الاتنين تحت وطبعا انت لما بتنقل بتبقى في خطوط بقى موجوده بتبدا تمسح الزيادات عشان شكل الصاموله يبقى الشكل بتاعها الاستاندرد تمام؟ انا كده رسمت يا جماعه زي ما قلت لكم مسمار ام 16 في 50 اهوت وصامولة ام 16 طب السؤال هنا بقى دلوقتي هل لو انا عايز مسمار تاني مش ام 16 بقى في 50 تعالوا كده لو انا عايز مسمار ام 24 في 75 انا عايز ارسم مسمار بالمنظر دوت هل انا محتاج او هل انا مضطر اني اعيد رسم المسمار خدت بالك دلوقتي خد مني وقت طويل عشان ارسم مسمار بصاموله تيكس تايم اخد مني وقت فهل انا محتاج دلوقتي حضرتك اني اعيد الوقت ده كله تاني عشان ارسم الام المسمار الام 24 في 75 لا انا هعلمك طريقه سهله مجرد ما انت رسمت مسمار بصاموله واحده تقدر تحولهم بعد كده لاي مقاس انت عايزه حسب القواعد بتاعه اللوحه اللي احنا واخدينها هنا دي بالظبط مش هيتحول لاي حاجه غلط هيتحول زيها بالظبط هنعمل ايه انا هعمل هنا كده كوبي للمسمار والصاموله بتاعتنا دولت هنا تمام شيل كده الام 16 وهعمل دايمنشننج عشان اوريك الابعاد دلوقتي والابعاد بعد ما اخلص هتبقى قد ايه ادي المسمار ده حضرتك هنا اهو ده طوله 50 زي ما احنا قايلين لانه ام 16 في 50 وعندنا هنا ده الديامتر بتاعه هنا اهوت فاي دي اللي هي 16 ادي اهو مسمار اهوت ال 50 وادي الدايمتر 16 انا عايز احوله المسمار ام 24 هو والصاموله تبقى الصاموله كمان ام 24 والطول بتاعه 75 هنعمل ايه هتيجي نوت في الهوم في الموديفاي في عندنا امر اسمه سكيل بضغط على سكيل بيجي بيقول لك سيلكت الاوبجكتس فادي الاوبجكتس حضرتك اللي انا عايز اعمل لها سكيل بالمنظر ده بعمل عليها سيلكت بالمنظر ده وادوس انتر يبقى انا دلوقتي اول حاجه انا هعمل سكيل فضغطت من المنيو موديفاي سكيل يقول لك سيلكت الاوبجكتس ادي الاوبجكتس اللي عايز اعمل لها سكيل اهي ودوست انتر هيسالك يقول لك سيلكت البيز بوينت فين البيز بوينت عندنا البيز بوينت المكان اللي عايز ابدا اعمل عليه سكيل انا عايز اختار نص الرسمه دي طبعا بما اني مش عارف احدده قوي فهختار اي سنتر لاين او اي انترسكشن هو ده البيز بوينت بتاعي فليكن هختار البيز بوينت النقطه دي مثلا اكليك كده عليها انه يبدا ده المكان اللي بيعمل حواليه سكيل بص وانت بتتحرك كده بالكروس هير بيكبر وبيصغر حوالين النقطه دي بس طبعا كله مع بعضه بيكبر وبيصغر بنفس السكيل هنا تحت بيقول لك قول لي بقى سبيسيفاي السكيل فاكتور السكيل فاكتور بتاعنا هنا قد ايه؟ هنا انا مش هدي له سكيل فاكتور انا هقول له ريفرنس ار يبقى هنا انا مش هقول له كبره لي خلوه لي 2 يعني سكيل 1 ل 2 او سوري اللي هو 0.5 صغره لي للنص او سكيل 2 كبره لي للضعف لا انا هقول له ار ريفرنس الريفرنس دوت بقى معناها ايه؟ معناها انا هقول له انا عندي دلوقتي في الاوبجكتس ديت في طول معين عايز اغيره لطول جديد فانا هنا المسمار دايما بيتقاس بيتعرف زي ما اتفقنا بالام فبما انه كان ام 16 وانا عايزه 24 فالريفرنس بتاعي ال 16 كتبت تحت اهوت 16 ودوست انتر بيقول لك النيو لينس بتاعت ال 16 تبقى كام؟ انا عايزها تكون 24 كده المسمار بتاعي دوت اهوت اتغير وبقى ام 24 لكن في حاجه ثانيه الطول بقى كام؟ بقى 75 واحنا عايزين هي دي صدفه 75 طب معلش لا نعدل ال 75 دي خلي يا سيدي بدل 75 دي خليها مثلا 60 الطول كمان بقى 75 لا انا مش عايزه 75 ده انا عايزه ام 24 في 60 انما هو عمل سكيل للكل طيب انا عايز دلوقتي ال 75 دي اخليها 60 هنعمل ايه؟ هقول له اوفست 60 واعمل اوفست للحته دي مش ده المسمار انا عايزه المفروض يوصل لحد هنا يا جماعه ده المكان الطبيعي بتاعه
هاجي دلوقتي استعمل امر اسمه ستريتش، اقول له ستريتش، هيقول لك سيلكت الاوبجكتس اللي انت عايز تعمل لها ستريتش. انا عايز اعمل اسيلكت بقى من غير اللاين اللي انا اخترته، فانا عايز اعمل ستريتش لدول لجسم المسمار دوت. انا عملت سيلكت الجسم المسمار كده وادوس انتر، هيقول لك حدد لي النقطه اللي عايز تبدا منها الاسترتش، اختار السنتر، انا عايز ابدا استرتش من هنا. عايز تبدا استرتش تبقى فين؟ توديها لفين؟ بص بقى شايف الطول بيتغير معايا اهو، انا عايز اوصله لحد هنا لحد ما يبقى 60. معلش لحظه واحده تاني، استرتش عايز اوصله لحد هنا اهو، رفعت جسم المسمار للطول للستين اللي انا عايزه. طيب لا، المسمار ده انا عايزه يبقى 90، هقول له اوفست 90. تعالى نرجع بقى ال 24 دي عشان ما اتلخبطناش، عملت اوفست اللاين دوت 90، وتعالى نشيل اللاين ده كمان. هاجي اقول له ستريتش، عايز اعمل ستريتش للجسم المسمار دوت، ادوس انتر، اختار السنتر بتاعه وابدا اوصله لحد ال 90. كده انا كبرت المسمار بتاعي خليت طوله 90. يبقى دلوقتي باستخدام الامر سكيل وستريتش قدرت اتحكم في شكل المسمار في طوله، كبرته وصغرته وطولته وقصرته، وقدرت ارسم اي مسمار طبعا الصاموله واحده لان هي تعملها سكيل مره واحده باي ابعاد حضرتك انت محتاجها. طيب نيجي بقى، طبعا لازم خط العمل ده بيتشال ما تنساهوش. نيجي بقى هنوت للشكل بتاع الشكل ده، انا مش عاجبني يا جماعه شكل السنتر لاينز، التقاطع كده مش تو سنترز مع بعض، والخط دوت ديت بارزه بالزياده. فانا هعمل لك ايه؟ هتتعلم بقى ان انت تخلي الشكل الرسمه احلى شويه. فتعالى كده اقول له اوفست هنا لمسافه وليكن 5 مللي، واعمل لي اوفست للدايره دي، وبعدين اعمل تريم وابدا شيل الزيادات دي كلها. لما تيجي تشيل الدايره دي كده تلاقي ان الصاموله او شكل المسمار فوق بقى شكله حلو. نفس الكلام هنا بالنسبه لدي، اقول له اوفست مثلا 5 مللي، من 3 ل 5 مللي، وترم، نبدا نشيل الزيادات دي كده كلها، وبعدين اشيل الدايره دي. يبقى كده انا شلت الراس المسمار والصامولة نفسها، قدرت أشيلهم وقدرت أتحكم فيهم بشكل سليم، خلت شكلها جميل. تمام. طيب بالنسبة للمسمار السنتر لاين بتاعه دوت، أقول له أوفست مثلا برضو 5 مللي للنهاية بتاعته من هنا، وأوفست 5 مللي للنهاية بتاعته من هنا، أشيل الزيادة ديت من هنا، أعمل إكستند هنا، ونشيل خطوط اللي أنا عملتها دي كده. فيبقى ده برضو شكل السنتر لاين بتاع المسمار هنا، بقى شكله كويس. طبعا التو سنتر لاينز بتوع الدايره دول مش موجودين، انا كنت راسمهم بس عشان بعمل ميرور، انما هي اصلا ملهاش تو سنتر لاينز بالمنظر دوت، الشكل ده مش موجود. وهنا نفس الكلام، مفيش الكلام ده. طبعا لو عايزين نعيد ونحسن الاشكال هنا تاني نقدر نحسنها، ما فيهاش اي مشكله. كده بالنسبه لنا يا شباب، في حد ليه اي استفسار او اي سؤال لحد دلوقتي؟ ماشي يا شباب، اتفضلوا.